ومن البصرة ينضم معنا عبر الهاتف للمزيد من التفاصيل الناشط المدني الأستاذ سمير رحيم المالكي. حياك الله أستاذ سمير، بداية هل لك أن تصف لنا آخر تطورات الحراك الشعبي في محافظة البصرة؟ حياكم الله، أهلا وسهلا. آخر تطورات الحراك المدني في البصرة هو إقامة الاعتصام الجماهيري أمام محافظة البصرة وخروج الطلاب لليوم الثالث على التوالي في كل المدارس الجامعات الإعداديات، يتواجدون صباحا في ساحة الحرية. نعم. والاعتصام لليوم الثالث الدائمي أمام مجلس محافظة البصرة يوميا لأكثر تقريبا من ربع مليون بصري يتناوبون على الحضور. كيف كانت يعني تعامل القوات الأمنية، أو كيف كان تعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين في المحافظة؟ هل حصلت هناك أي حالات عنف؟ يوم 25 بالشهر كانت هناك مطاردات وكان هناك بعض القمع للمتظاهرين، لكن الآن من بدأ الاعتصام باليوم الثالث والحد الآن القوات الأمنية هي متواجدة معنا، يعني كأنها ترفع الأعلام العراقية بيننا، والحد الآن ماكو أي شيء بيننا وبينهم، الحمد لله متواجدين ويانا بالقيم، وكأنه بصراحة عرس بصري. أستاذ سمير، يعني القوات الأمنية أيضا استخدمت العنف ضد المتظاهرين في محافظة كربلاء قبل يعني يوم أمس وغيرها من المدن، كيف قابل المتظاهرين في محافظة البصرة هذه الإجراءات القمعية من قبل الحكومة وقواتها؟ طبعا كل نزف يحدث في أي محافظة بالعراق هو نزف للبصرة، يعني كأننا جسم واحد، أي عضو منه يتأذى الجميع. احنا حاليا نباوع على هاي الحكومه على انها حكومه ما عندنا ثقه بها، لابد ان تقال. مجلس النواب هذا المطبخ السياسي اللي به صفقات الفساد لابد ان يحل. احنا نطالب بصراحه بانتخاب رئيس الوزراء ان تكون مباشره من الشعب، هذا الدستور لازم لابد ان يكون في هناك فقرات واضحة غير مبهمة، واضحة لابد أن تتغير. كل الفقرات لازم تطبق، يعني ما تطبق فقرة عن فقرة. احنا هنا بالبصرة صار لنا 5 سنوات نطالب بالمادة 119 اللي رئيس نور المالكي رفضها، وجا بعد العبادي رفضها، وجا بعد عبد المهدي رفضها. هم يرفضون كل شيء يخص بالشعب، ما يوافقون الا على الشغلات اللي تفيدهم وتفيد احزابهم، فاحنا عندنا قناعه بان هاي الحكومه لازم تتغير. استاذ سمير، نتيجه سياسات الحكومه او حكومات الاحتلال منذ عام 2003 اصبح النفط هو عصب الاقتصاد العراقي كما هو معلوم. اليوم موظفو مصافي الجنوب في البصره يعني يلتحقون بالتظاهرات الشعبيه، كيف اثر ذلك على الحراك الشعبي وعلى المتظاهرين في المحافظه؟ والله يا أخي، هي كل الدوائر مال الدولة بالبصرة هي خرجت للاعتصام، خرجت مو بس النفط، النفط، الكهرباء، خلال ثالث يوم المواني بالباب الرئيسي تقريبا 80% من المواني توقف نتيجة المتظاهرين اللي واقفين أمام الباب الرئيسي. الآن هناك خطوات احتمال تصعيدية الذهاب حتى إلى الشركات النفطية. كل البصرة مشاركة، ماكو واحد، المعلم شارك، الطالب شارك، التدريس، الموظف شارك، الكل خرجت. والله يوم 25 بالبصرة كأنه عرس جماهيري، تشوف الشوارع كلها قمصان بيضاء، تشوف الموظفين خارجين. الأستاذ سمير رحيم المالكي الناشط المدني، كنت معنا من محافظة البصرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا إليك.